السلام عليكم، معكم الأستاذ ياسر محمد نجيب. النهاردة هنشرح درس الميزان الصافي للصف الثاني الإعدادي لمدرسة الشريف الخاصة بالوقت. في البداية، فكرة الميزان الصافي هي فكرة جت عن علماء اللغة بأن كل شيء علماء اللغة بيردوا لأصله يا إما ثلاثي يا إما رباعي، زي ما أخذته في المجرد والمزيد، وبالتالي جمع علماء اللغة وزنين، الوزن الأولاني وزن فعل، والوزن الثاني وزن فعل. أي كلمة عندنا في اللغة العربية بتقاس يا إما على الوزن ده يا إما على الوزن ده. طيب بنعمل إيه؟ عندي مثلا كلمة زي كتب، ساعة ما بنيجي نقيسها على أي كلمة بنيجي ناخدها على الوزن بتاعها، ما دام هي ثلاثية فهقيسها على الوزن الثلاثي، بقول كتب تساوي فعل. عندنا في الوزن احفظ المصطلحات ديت، أول حرف بيساوي تاني حرف بنسميها فاء الكلمة، إن أول حرف اللي هو الكاف بنسميه فاء الكلمة، إن هو بيساوي فاء حرف الفاء في الوزن. طيب بالنسبة للحرف الثاني حرف التاء بيقابل في الوزن حرف العين فبنسميه عين الكلمة. طيب والباء تساوي اللام فبنسمي الباء هنا لام الكلمة. طيب احفظ المصطلحات ديت، كل حرف بنقول عليه الحرف اللي قبله في الميزان، كاف فاء الكلمة، التاء عين الكلمة، الباء لام الكلمة. طيب دلوقتي لو انا جيت وقلت الفعل كتب ابني المفعول فهقول كتب، اعمل ايه ساعتها؟ اجيب الوزن بتاعه ايه؟ اول حاجه حدد هل هو الفعل بتاعك ثلاثي عشان تجيبه على فعل ولا اصله رباعي عشان تجيبه على فعل. هتجيب الفعل كتب على الوزن الثلاثي لانه فعل ثلاثي فقط، ولكن ما تنساش اضبط الكلمه، فهنا مش هنجيبها على فعل، لا هنشكلها نفس التشكيل اللي انت نطقته في الفعل بتاعك. هنا نطقنا كتب شكلنا كتب بفتح الثلاث حروف، طب هنا نطقنا كتب هنضم الحرف الاولاني اللي هو فاء الكلمه لمناسبه الكاف، هنكسر عين الكلمه اللي هو حرف العين في فعل، وهنفتح الحرف الاخير اللي هو اللام لمناسبه الباء. فهنقول كتب على وزن فعل، انما كتب هتبقى على وزن فعل، وهتعمل نفس الكلام في اي فعل يقابل. طيب في الاوزان الرباعيه او في الكلمات الرباعيه عندك الوزن فعلنا مفيش غيره. طيب لو انا جيت زي مثلا قولي تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها، الفعل زلزال. طيب هو فعل رباعي ما ينفعش نقيسه على فعل، فبنقيسه هنا على فعل، فطبعا نفس الكلمه هنقول الفاء تساوي ازاي والعين تساوي اللام، واللام الاولى تساوي ازاي واللام الاخيره تساوي اللام، تمام؟ وهنشكل زل زلة، هنقول هنا ساعتها الوزن بتاعها فعلنا، تمام؟ أي حاجة عندك اعتبر إن ده الميزان اللي أنت بتستخدمه أو اللي أنت بتلاقي أي تاجر بتشتري من عنده حاجة بيقيس بيه، عندك الكلمة بتاعتك بتتحط في الكفة وعندك الميزان بتاعك بيتحط في الكفة الثانية. طيب أنا دلوقتي مثلا لو أنا لقيت واحد قال لي كاتب، هات الفعل بتاعها علشان تقدر تبسط على نفسك، الفعل بتاعها كتب. طيب كتب هنا تساوي فعل، الكاف مع الفاء والتاء مع العين والباء مع اللام. طيب لو انا دلوقتي عايز اجيب كاتب، شوف ايه الزياده اللي حصلت هنا، ما ينفعش تزود في الميزان ابو كفتين، في اما وتسيب اليمه الثانيه هتزود. طيب ايه اللي زاد هنا عندي؟ زاد عندي حرف الالف، فهتيجي تزودها في نفس المكان بتاعها، لو اثرت على التشكيل هتكتب التشكيل بتاعه بالظبط، فهنا هتيجي تقول الوزن فاعل. اي كلمه هنبص الحرف اللي زاد، لو ممكن يكون عندي حرف ممكن يكون عندي تضعيف،
زي مثلا اخذنا الفعل المزيد بالتضعيف زي كرم، اصلها الفعل الثلاثي كرم على وزن فعل. طب دلوقتي لو انا عايز اشوف كرم هجيبها ازاي؟ زادت هنا بالتضعيف هزود التضعيف على الوزن فهتبقى الوزن فعل. تمام؟ طيب قدامنا مجموعه من الامثله هنبص على التغيرات اللي حصلت فيها علشان نلاحظ ازاي تم وزن الكلمات دي. في المثال الاولاني فهم، فتح الاولاني كسر الثاني، فتح عين الكلمه كسر فتح فاء الكلمه كسر عين الكلمه وفتح لام الكلمه. نفس الكلام عملنا في وزن فهم، فهم فعل. طيب جلس، فتح ثلاث حروف فعل، فتحنا ثلاث حروف في الوزن. كون، ضمينا الحرف في الوسط، هنضم برضه الحرف في الوسط في الميزان هنقول فعل. طيب عرف، ضمينا الاول وكسرنا الثاني وفتحنا الثالث، نفس الكلام هنعمله في الوزن هتبقى على وزن فعل. طيب حتى عندي هنا انتبه للافعال المضاعفه الثلاثيه. هدى ما تنساش ان حرف الدال ده عباره عن حرفين دال، فكان الكلمه بتاعتك اصلها ه دال دال. طيب هنعمل ايه في الحاله ديت؟ هي ثلاث حروف وفعل ثلاث حروف، فهتبقى هي تساوي وزن فعل برضه. ما يغركش التضعيف ده، التضعيف ده افتكر بقى حرفين اللي هو العين والدال، فهتبقى برضه على وزن فعل. بس ما تنساش ان الحرف الاولاني فيهم بيكون ساكن، الحرف المضاعف بيكون فيهم الحرف الاولاني ساكن. فبالتالي العين هتبقى ساكنه. لو هو لو هنا بقى فتحنا الاخير هتفتح الاخير، ضم لك الاخير فقال لك خد مثلا تضم الاخير. بس ما تنساش ان الحرف الاولاني في الحروف المضاعفه دايما بيبقى ساكن. طيب زخرفه، شكل غير نفس التشكيل في قال فعلا. طمأن، هتبقى طم فعلا. طب طمئن، كسرنا تضمنا الاولانيه وكسرنا في الاخر هتبقى فعلا. تمام؟ طيب خلينا نشوف دي كلها كده افعال مكررات. طيب خلينا نشوف الافعال المزيده. عندي هنا مجموعه من الافعال زي كرم، زادت هنا الزياده بتاعتها بالتضعيف. لما نيجي دلوقتي على الفعل كرم هلاقي هنا بقى الزياده بتاعتي حصلت في التضعيف فقلنا فعل. طيب جامد حصلت في زياده بالالف، فاخذنا برضه الالف في نفس المنطقه بتاعت الوزن، زادت الالف ثانيه زادت هنا الالف ثانيه. وازن هتبقى فاعل، اخذ الالف برضه واخذ التشكيل. طيب انفتح، الفعل انفتح ما تنساش اصله ايه؟ اصله فتح على وزن فعل. طيب ايه اللي زاد في الوزن؟ زاد عندي الهمزه والنون، فهتيجي نقول الوزن بتاعها انفعل، وما تنساش تضبط الوزن. طيب اجتمع، زادت الهمزه والتاء، هنزود برضه هنخليها افتعل فزودنا الهمزه والتاء. تناسى، اصلها نسى، زود التاء والالف، هنزود برضه تفاعل، هنزود فينا على فعل، زودنا التاء والالف. نفس الكلام في تدحرج، زودنا حرف التاء اللي حصل في الاول. طيب عند الفعل قام ببساطة لما احنا بنجيب وزنه بنقيسه على فعل. طيب فعل الأمر منه قم، أعمله إزاي؟ ببساطة افتكر كل حرف بيساوي إيه؟ طب دلوقتي إيه الحرف اللي اتحذف عندي في فعل الأمر؟ اتحذف عندي حرف الألف، هحذف حرف الألف من الميزان، فهذه أقول فل، فهتبقى قم على وزن فل. طيب الفعل رأى، الامر بتاعه ري، برضو هات الفعل الماضي بتاعك ببساطه علشان تشوف وتحدد المفرد بتاعه ايه، فراى على وزن فعل، حذفنا الهمزه او حذفنا الياء هتتحذف قصادهم العين واللام، اللي بيتحذف في الفعل بيتحذف برضو في الميزان علشان نوازن الكلمتين. بعد كده الراء قلنا ري هتبقى فيه. طيب وقى، الامر بتاعها في، هنعمل نفس الكلام بس وقى هنا الحرف العله موجود عندي في النص، فحرف العله بتاعي بيساوي حرف العين، فبدل ما اخلي الفاء زي ما خدتها هنا اخلي العين في الوزن وهديها نفس الكلام. طيب ادعو، حذف الواو من الاخر وزود الف، ازود الالف زي ما انا
وهعزف الواو من الاخر. طيب اسعى، حذفت حرف العله وزودت زي ما عملت في ابره، فهتدفع الوزن ابره. افعل، اقضي، زودنا كلمه الالف وحذفنا اخر حرف اللي هو حرف العله، فاصبح عندي هنا الوزن اقضي هتبقى افعل. طيب الفعل استفد، اصل الفعل استفد فاد، ده الاصل المجرد به. طيب فاد على وزن فعل. طيب استفد، عندي الحروف بتاعتك حددها، الف باء، عايز اجيب الفعل بتاعي اصل استفاد، ادي الحروف اللي بتساوي فعل كلها، فحصل عندي زياده للثلاث حروف دول. طيب انا دلوقتي لو جيت وقلت فعل الامر بتاعه استفد، حذفت الالف هحذف اللي بيساويها، واخدت ثلاث حروف زياده ازود الثلاث حروف بتاعتي، فهتبقى استفد، هتبقى استفد. نفس الكلام احنا عملناه في الافعال، هنعمله في الاسماء. هات الاصل بتاعها، هات الاصل المجرد بتاعها، وشوف ايه اللي بيحصل فيه. مثلا منتصر نصر، هنقيسها على مفتاح، مدرسه مفعل، مكتب مفعل، هبه جايه من فعل وهب. طب في حرف حذف منه هنحذفه في الميزان، طب اخذ التاء مربوطه زياده هنزلها في الميزان، فهتبقى هبه على وزن حلو. مفهوم هتبقى مفعول، حداد هتبقى فعال، لاحظ ده انا حصل عندي تضعيف زياده اخذته في الوزن، لا اخذ جاء عندي الف حطيت الالف برضه زي ما هي. شباب دايما الفعل شاب، شباب حصل عندي زياده بالالف حطيتها برضه فعال موجوده زي ما هي. القاعده اي كلمه افتكر بقى انا عندك حاجتين بتقيس عليهم، الكلمة الأولانية الفعل الثلاثي هتقيسها على وزن فعل، الكلمة الثانية للفعل الرباعي هتقيسه على وزن فعل. ما تنساش أول حرف فيهم بنسميه فاء الكلمة، الحرف اللي في النص اللي بيساوي العين بنسميه عين الكلمة، الحرف اللي في اللام اللي في الأخير بنسميه لام الكلمة. طيب الكلمات المضاعفة انتبه معاها، لو عندك مضاعف ثلاثي افتكر ان الدال دي بتساوي العين واللام، فهنكتب العين واللام عادي على وزن فعل وهنشوف التضعيف، وما تنساش ان العين ساعتها هتبقى ساكنه. لو عندي تضعيف مزيد زي كرامه هزودها عادي زي ما بيحصل في الوزن، اخليها على وزن فعل بتضعيف العين. طيب اي كلمه زادت فيها اي حاجه غير حرف واحد زي ما حطينا مثلا في الفعل او الفتحه هتزودها في على الميزان الثلاثي بتاعها أو الرباعي بتاعها، فهتلاقيها مثلا هنا انفعل. لو حذفت أي حاجة من الفعل احذفها من الوزن، أنت بتطابق حاجتين على بعض، زي مثلا الفعل ري من الأمر من رأت بتعمله قي في. لما تيجي توزن الأسماء هتعمل نفس الحركة اللي أنت عملتها في الأفعال، حدد الحروف المجردة بتاعتك، شوف إيه حروف الزيادة هتزودها على الحروف. شكرا لكم وأتمنى لكم دوام التوفيق.